عسلامة. عسلامتين، ثلاثة عسلامات مش ثلاثة واحدة. الدولة باش تاخذ قرار بحظر شامل الأيام القادمة حسب مصادر حكومية. كما الحاج صحلو هنا يضربونا في الضوء، مش عندهم عاملونا، ما عندهم ما عاملونا. رجعونا زين، أنا ما نقبر نجبدوا زين نحطوا. خراب في خراب رانا نعيشوا، براكاجيات، اغتصاب، قتل، هم بير، ما فما شيء. البطالة الناس قاعدة، السرقة، الخزارة اللي تصوروا في مخك. هاي بلاصة شنون يعملونا؟ يا ولد عمي راه معتب، ما عندهم ما عاملونا. يرحم عمي البلاد هذيا. شنو هي رسالتك للمسؤولين؟ رسالتي ديجاج الكل، هاي الرسالة. هاي سامحني شنو عندهم عاملونا؟ وريني. كان على 200 خذوها الصحاح. اللي عانت خذوها الصحاح. هاك العماد الفساد نتاعهم كيما عاد بن علي كيما توا. لا فيهم واحد يصلح ويحمد ربي. الكلهم ديجاج من عندي انا. حظر الجولان اللي فات انت كمواطنة شنو وصلك من الدولة؟ ما عنده ما وصلنا، وصلنا كان الهم والبيع. انا باش نطلب طاب شنو الكل بلصحنا. ها واش وصلنا؟ طاب شنو اللي بلصحنا بالحق؟ هو حتى اللي يحط صحن يعدوا له قضية تسول. انتوما بدهم يتسولوا، وين فلوس الكورونا؟ خلابيس انتوما. وين فلوس الكورونا اللي خذوها؟ عملوا بها حاجة، حتى شوف المترويات. تقف بينا في شطر الثنية تو جاي الشتاء عاد، تو تشوف العرض المستمر. أنا هاي التسول. شكون التسول؟ الشعب ولا هما؟ لاباس ما هو. قول لهم فيقوا على وضعكم، بن علي سرق ما قد البلاد. داخلنا المترويات. هما ما 2011 شنو اللي عملوا هيك؟ وريني بالبرهان. بربي لا تخش شيء. أيوا وديكاج من عندي أنا. أنا ولا الحكومة. لا الكل هما هما. تدري شو مدخلك إنسان تخدم على روحك. اما هما ياتي حسبونا شنو اللي عاملوا؟ شعدين التسول برشا كورونا. ناس لقت من الزبله تبات في الشارع وكورونا. يا اخي لاباس مانيش نبهايم، رانا ليبيه، رانا توانسه، ورانا فايقين واعيين، وراني من عاد بورقيبه وبنت بورقيبه. ها هو التسول، خلي يعديه، على ما يتعداش هو خير. انت قلت لي نقول الحكومه هذه ديكاش. شكون في شكون ينجم يسير تونس زعما؟ حتى واحد ما يسيرها تونس بعد بن علي وبرقيبه. حتى واحد، حتى واحد. للدرجه ما عندناش كفاءة. في الهم وشعب مريض ما يتكلمش، عايش في الهم. انا واحده من الدنيا نورمالتي في مخك 448 عليه عندي معمل انا بتاع ضوء. لا سامحني كلمني كان غالطه عليه لاباس. برا قولوا فيقوا على، قول لهم فيقوا على وضعكم. راكم ما عندكم ما عملتم من 2011 ماذا بكم ديكاج على بعضكم. بن علي وحده نقول لك حاجه، 2010 سايق على البلاد ولا لا تربح لي خرج بن علي. ماشي البازيزي لو خرج بن علي، امريكا خرجت بن علي. غير مسكينه كراج قعدت في قله الرحمه كيكه في قرعه الله اكبر، خاطر ما خلاهمش يعملوا القاعده. كابيتو قول لهم انتم ما ديكاش، راكم ما عندكم ما عملتوا، راكم اللي دخلتوا مسحتونا، راكم من الاخر عتب. بارك الله فيك. قلت قلت كلهم بعد بن علي باي باي او رفوار. تتمنى يعود بن علي؟ كان خرجوا ما نقبرش ونتمنى. لاباس انت، كنا في نعيم كيما طوب ومنديل يفرغوا فيه حبوا العباد تسقط عن بركاجيات. كي تفرغ انت البومنديل الناس ما تنصبش، شنو باش تعمل لك الناس؟ انا بالاخرى في المترو قاعده، عزلوك وعمره في 30 ولا 34 سنه قدامي انا قاعد في الكرسي طلع وهبط من الشباك. سامحني انت كي تنحي له شو تعمل؟ شو يعمل لك؟ باش يبوسك؟ يمشي يسرقوا الناس اللي عندهم، يسرقوناش نحن ما عندناش. وقعدوا كورونا، كورونا ضربوني 480 ضو. لاباس ما هو. شنو هي الكورونا ذي؟ الاولانية ماني قلت سرقوا ما فماش كورونا، حتى ذي سرقوا ما فماش كورونا. ما تمنش بكورونا؟ ما انا من بحد انا كورونا كاملة نخرج الشارع أول مرة، واني نخرج توا وما على باليش. ردونا كل كليب، نركبنا احنا بالكمامات. فتنا الكليب، ديكاش، ديكاش، ديكاش. الكل. على بعضهم راه احزاب واللي شادين باي باي.
شعب التونسي مريض بسيكوبات في مخه، عايش الهم وساكت، لا يزطل لا يحربش لا يسرق لا يعمل في البركاجات، خاطر ما خدموش يلزم يعمل هكاكا. يجي لي يا وليك منطفين، يمشيش لهم هما ينطفوهم، يمشيوش الكل ديجاج يا ولدي الكل. بان عليه سرق قد البلاد، ترابل سيء خدموا في شروطهم العباد، كيما توا اللي قاعدين يمشيو يتاجروا كي مسكر عليهم الحدود عطيتوهمش شهريه. حاسبني مقال كوني كيقوك وحاسبني كعدوك، انتوما هاتوا حاسبونا شنو خدمتوا في البلاد من 2011 هيك. الحكومة هذه شكون أكثر واحد يعجبك في الحكومة هذه؟ حتى حد بعد بن علي، حتى حد يهودي شكون حبيش تفهم؟ حتى حد ما عجبني، شكون ولا عجبني؟ حتى حد يا ولد عمي ديقاش، شكون باش يعجبني؟ حتى سبتك شاد بلين ما خدمهاش، شكون؟ ها؟ الارهاب القتل السخط الهم البين، فيقوا قلهم على وضعكم ديجاج، راكم عملتكم عملتم 2011 برا بالسلامه، طريق السلامه عبيتو باي باي تيرو. نحن نحب واحد كي بن علي من الاخر، هذوما راهو حكايتهم بدون قاعدين هكاكا بوريان. اني معاكم لا تشكوا فينا، فهمت؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله. رانا ما نسامحوكمش، قولوا راه كل انسان ريت الراجل يبدا يحكم في داره مسؤول على ولده ما يقدهمش غدو يتحاسب عليهم، هو ما طابش يتحاسبوا علينا. دخلونا باسم الدين، شعاملونا شعاملوا، فهمني بكشي انا غالطه وسبيت الجلاله لاباس. قولوا برا صبح على خير، برا قولهم تيروا تيروا جيبوا لي من برا امشي. ديجا مجلس النواب قاعد يدافع على المواطن، وقتيه بربي يدافع سامحني، ها؟ وقتيه وقتيه دافع بربي دافع، مش خدم المضرخة دافع، خرج عمل حاجة إلو سخن سخ الهم البير. ناس باتوا جمع الفتحة نساء ورجال، فمرات باتوا واحد مصيبة راه صورها وعداها، مش عداها هي عدا صار خاطر خلي يتعدى هو الساعة اللي ما خدمش البلاد. باهي بربي لا تقول شيء، وكلت عليك ربي خاطر انا ثلاث مرات راني تعديت يظلي في التاسسنا هذيك جنوب لا ما نعرفش يظلي جنوبية، فهمت؟ انا ما نحبش القصان، عدي الكل قول لهم يا ولادي برمشوا على رواحكم راكم ما خدمتوش البلاد، باي باي ويرحم عمي. يقولوا راهي تونس بعد بن علي، الراجل راجل يا ولدي يكذب عليك. ريتو بن علي بوليس خدم قبل البراكاج 17 سنه، تو البراكاج يبرك امراه عزوزه نحيلها بلوطتها وفي الاخر يعدي ثلاثة اشهر ومن بعد ترجع ريما لعادتها القديمه، سرقه وهم. لاباس انت ولا تعبت تلعب في المترو خايفه تغزر على جنابها تعدي لي على التصور برا عادي، مش معناتها جماعه الفتح مخلينا مكيكه مساكن بطاله والهم والعريه والقريه والسخ، ناس تاكل من الزبله، ناس عايشه في هم. لاباس تتعديوا انتم ساعة على بعد تعدى تقل تعدى الشعب على التصور ما يسالش. انا ما على باليش بيهم، انا راني ما على بالي بحد، انا بنت بورقيبه ونحب بورقيبه نحب حد. بورقيبه عشنا في الفقر عشنا في الوسخ صحيح، فقر وقمال كيه أما الحمد لله جابن علي جلعني الأغمية، أما هذوما راهو اللطف يا رسول الله. احسب أنت من 2011 شنو اللي فما؟ إش فما؟ تدخل الحانوت تتفجع، تمشي ندير شنو تتفجع، السرقة الهم عطاري سرقني أنا، برا سرق الناس اللي عندها، تاكسي تركب معاه يسرقك في الكونتير، جاي تحسب تحكي أنت أمشي عدي حتى تصور. تتو شنو لو نتسولوا الكل ما دام هما في البلاد قاعدين، احنا تو شنو لو نتسولوا الكل نراوه على بكرتي ابيهم